بقينا من حوالي اسمي انا اسمي صدام، صدام المصري. انا كنت هنا في الميدان حوالي ساعتين ونص، لقينا دخان بانجو طالع من الخيمه، خيمه البياعين اللي ناحيه وانت رايح على المتحف كده، دخان بانجو. فبنكلمهم بكل حسن، يا جماعه ما ينفعش كده، ما ينفعش، اتفضلوا امشوا، احنا مش احنا قاعدين عشان خاطر البلد، مش قاعدين عشان خاطركم. نقلنا الاعتصام الناحيه الثانيه عند المجمع، جم ضربونا، هم قاعدين على حسنا بيبيعوا المخدرات والبنات المش كويسه على حسنا، ضربوا عنا طوب، شيء طبيعي ردنا عليهم، فردناهم. الانابيب بقت تترمى علينا والازاز والطوب من كل جهه، طبعا حامينا الميدان في انتظار ان هم هيجوا يضربونا بالمولوتوف. وفي في بعض الناس بتقول ان بعض واحد زميلنا توفى اسمه خالد المصري. اهدى خالد كويس ماشي، اشاعه يعني اشاعه. وفي حاجه اكيده جدا ان عربيات الاسعاف اللي تابع وزاره الصحه بتسلمنا للشرطه العسكريه لو مشيت بحاله من هنا ما بتوديهاش على المستشفى. ايوه المتحف، المتحف معمول وقف من السيد المشير والسيد وزير الداخليه. المتحف دوت معمول وقف من السيد المشير والسيد وزير الداخليه، وبنقول احنا متشكرين على السيد المشير، احنا الشعب الاخر نفس فينا، لو هنموت لو هنموت مش عايزين مجلس عسكري، مش عايزين داخليه ولا مجلس عسكري، لو هنموت احنا شعب مصر، كل ما بنتضرب اكتر كل ما بنسوق اكتر، كل ما بنتضرب اكتر كل ما بنسوق اكتر، كل ما حتى هيجيبوا في عيالنا مش حاسين اي حد.